الحالات اللي تم حصرها بزيارات ميدانيه ومن واقع محاضر الشرطه عددها حوالي 67 حاله خسائر في الممتلكات. الاول كان اول حصر بيتم طبعا وهو الاهم، خسائر الارواح. خسائر الارواح كانت عباره عن طفلين زي ما وسائل الاعلام نشرت، 8 سنوات و4 سنوات، احمد خالد علي وعلي خالد علي، ودي كانت وفاه بسبب الصخر الكهربائي. ايضا كان في شاب اللي كان بيحاول ينقذهم، ربنا يرحمهم جميعا ويعني يلهم اسرهم الصبر، اسلام زاهر 25 سنه، ايضا توفى بالصخر الكهربائي. في شاب ايضا 29 سنه توفي في الطريق، انزلق في المياه وتوفي ايضا بحاله صخر كهربائي، وده من محافظه قنا، وده تم دفنه في محافظه قنا وكان بيعمل في الاسكندريه. هناك ايضا حاله وفاه خامسه تم الابلاغ عنها للسيد حسن الناضوري 69 سنه، وده كان تقرير الطب الشرعي بالسكته القلبيه. فاحنا عندنا اربع حالات صعق كهربائي وحاله بالسكته القلبيه، كلهم صدرت لهم تصاريح الدفن في نفس اليوم وصدرت لهم شهادات الوفاه، وتم تسليم الاسر الثلاثه اللي توفوا بالصعق الكهربائي المبلغ المسانده الماليه الرمزيه اللي الدوله بتقدمها، والام في المستشفى هنقوم بزيارتها كمان شويه عشان نقدم لها واجب العزاء ونطمئن على صحتها، لانها بتعاني من بعض الخروق من الدرجه الثانيه لان هي وقعت في الميه والميه كان فيها كهرباء.